رجعنا للجزائر، وأنا واحد شوية استراحة، وإذا به جاء عندي كاتب ياسين ويقول لي غادي تلعب على المسرحية الجديدة، غادي نطلعوها هنا في الجزائر العاصمة، غادي تلعب الدور ديال الحسن الثاني. أوي أوي أوي. المسرحيه غادي تكلم على الحسن الثاني كيفاش كان يتعامل مع يعني الناس اللي ما متفقينش معاه، يعني مع المعارضين ديالو. المعارضين ديالو، وشفتو القضيه داخل في القضيه نتاع بنبركه، كيفاش الحسن الثاني كان يهدد بالبركة، وكان هو فقير، وكيفاش كانوا يتعاملوا معه إلى آخره. المهم ما نقولكش يعني داك الشيء واحد خلطه جلطه في شي شكل، يعني كلها مسرحية كتبين أو كتشتغل أو تكشف على الوجه الآخر نتاع الحسن الثاني. حنا كانوا عاطيني ديك الوقت الدور ديال الحسن الثاني، قالوا باش نلعب هاد الدور ديال الحسن الثاني خصني ندير نحيه. ما أنا ديك الساعة كنت شاب بحال اليوم هكا، كان تقريبا عندي نفس الطول ديال الحسن الثاني، وحتى في الكارير ديال تقريبا قرب الهيئة الجسمانية ديالي، مع أنني مغربي نقدر بكل سهولة يعني نتقمص ديك الدور ديالو. أشياء شخصية وطرقة الكلام باش يساعدوني، كان يجيبوا لي أفلام الحسن الثاني يهضر، الحسن الثاني زعلان، الحسن الثاني يتمشى، الحسن الثاني واقف، الحسن الثاني جالس، حسن الثاني يلعب بالغولف، كيفاش باش انايا نشوف الطريقة ديالو كيفاش كيتحرك، باش كاين باش الضحكة ديالو دايرة كيكون مزيان، كيفاش يزال هكا تحل ديك الأناقة ديال المعودة. بقيت هكاك حنا راسي مبقاش يخدم مزيان، قلت انا كيفاش هاد الشيء تما غادي القديم، قلت لا غادي نسميو هاد المسرحيه المسيره الحمراء، بب يعني تكون بب المسيره الخضراء اللي كانت ديك الساعه عبد الملك كان اعلن عليها، وكان هما بغاو يديروا هذيك المسرحيه باش يظلوا بها مسيره خضراء الخضراء. المهم انايا ما درتش مزيان في راسي، قلت انا ما يمكنش ان ندير هذا الشيء، ما يمكنش كيفاش العام ديال المغرب في الجزائر العاصمة ديك الساعة كانوا يسموه السي بناني، يعني عاقل فاسي. دخلت عندو المكتب قلت له ديها كيفاش كيفاش، قال لي ما نقدرش نقول لك انا واش دير حتى الغدا ورجع عندي، انا غادي نتشاور مع السيد السفير غادي نقول لك واش دير. المهم مشيت بالي رجعت له، قال لي راني نتشاور مع السيد السفير. ديك الساعة السفير كان هو كان باريس، كان سفير فرنسا، انتقل تعين سفير ديال المغرب في الجزائر العاصمة. شكون هو؟ شكون هو؟ سفير سفير الاسم ديالو يوسف بن العباس، اسمه يوسف بن العباس. باهي واحد الوقت راه كان وزير التعليم العالي ولا وزير التعليم وزير ليديوكاسيون ناسيونال التربية الوطنية واحد الوقت. المهم
قال لي غادي تمشي دابا، راني راه قال لي باش يتصل بيك تمشي عنده، مش عندي السعب غادي يستقبلك، عنده شي هضره معاك. مشيت داون في الطوموبيل تاعي عنده، دخلت في البو استقبلني مزيان، هو يهضر بالفرنسيه، كنا نهضروا انا وياه وكذا وداك الشيء. قال لي غادي قبل قول لهم اياه، قول لهم نلعب هذا ما كان مشكل. قال لي كي تبقى 3 ايام باش تلعبوا المسرحيه رجع عندي، رجع عند كيسمو عند عند القنصل العام، هو غادي. المهم كنا نهضروا انا وياه، راني عاقل، صرنا لواحد القطار على كان توتر الجوع مع الجزائر وعلى الشيء باش تدو الحدود خربيق وكذا هكشي. راني عاقل. قال لي المغرب والجزائر عطاو بالظهر لبعضهم بعض، وما غاديش يمكن تماما واللواء هذه اللي شرط واحد يغير النظام العسكري. وذاك الوقت كان بومدي كان مدينة السكر يعني الحكومة ديال. المهم بقيت كندرب ندرب يلا يلا حتى قرب الوقت، قرب 3 ايام مشيت عند قلت ندير قتل في المدينة. قلت له حتى فين غادي نلعبو؟ غادي نلعبو في واحد السينما كبيرة اسمها المغرب. اي المغرب، المغرب كاين واحد المغرب اخرى في فوهد مستغرب. المهم دابا ملي راك عارف التاريخ ها واش غادي دير. قال لي خليك عادي، ولكن كي تكون في القاعة على الأرض تكون في الكواليس لابسك السوداك ودير المكياج تاعك ودير الأمور ديالك، خليك هكاك وخرج، تبقى 5 دقايق تحل السيطرة، خرج من باب ديال الكواليس، غادي تلقى السيارة بعدها تروح وصلها. هادشي اللي درت. المهم ديك النهار جا داك النهار، مشيت ديك القاعة عشان ندير ديك الشوية ديالي وداكشي، الكوستيم ديالي درت المكياج وداكشي، وخرجت مع الباب. ولكن نقولك دي واحد الدقايق باش يتحل الستار. اوه لحظات الاخراني وديما دما تعرفوا اللي كيفاش فاتوا عليا ولا بحال عام. صعيبه الشكل ديالي بقيت. المهم خرجت كانت السياره طلعت داوني، مانيش عاقل بكري داك الشيء، ما عرفتش شي داوني دي الكسوه داك الشيء، وخسرت مشيت ونعشت، جابوا لي عشاء تعشيت، عشت غدا الصباح جاو نولوني انا وعبد العزيز بن يحيى هذا السيد اللي كان معايا. واي داونا مباشرة للمطار، المطار هو اللي بومدين، قاتلنا كلشي دايرين كلشي كلشي ميت. قبل ما نطلعو كان معنا
نزلوا من السيارة نتاع الكاس نتاع القنصل العام، قال لي أنا شوفوا هذيك غادي تنزلوا فوق المطار الصينية، غادي تلقى واحد الراجل، شوفوا واحد الراجل لابس واحد الشاب أحمر، غادي يرفدو قايلين شبيه هذاك هو اللي غادي يمشيو عندو. هذاك الشيء درنا في الطيارة، كي طلعنا في الطيارة باش نقولك على التانية على التانية على آخر مخوف. أنا قاعد في الطيارة كل مرة كنشوف شي واحد وقف بجي من جهتنا، صافي كتقول هي دي التالية صافي. هي التالية راه مشدونا غادي راه ما الاستخبارات ديالهم غادي، بس هذا كيصدق ديك السيد فايت للتواليت ولا شي حاجة، عاد كتولي فيه شوية الروح. هذا على راسي انا ما كنتش عارف انا السي بن يحيى العزاوي الله يرحمه كيفاش كان يحس، ولكن ولكن الحاجه اللي كنت نحس بها انا شخصيا. المهم هكا وصلنا المطار الصينيه، نزلنا انا كنشوف الناس اللي كانوا في المطار الصينيه حبابهم، واذا بها فعلا نشوف واحد السيد لابس شط احمر كيشايب، مشينا عندو ديريكت، مشينا عندو سلم علينا قال لنا جو من واحد السيارة رسمية فيها سي دي يعني كور كونسولير، سي سي كور كونسولير، كور كونسولير يعني سي سي نتاعو تاع السيرفيس تاعو. وصلنا المغنية كان الحدود تاع جوج بغال، بغينا نحسبو الباسبور، قال لي انا ما تعطيوني والو كريهة تحركوش معاه غير هي مشى غا بوحدو كما شي دي مينوت هكا كلها، وحنا كنتسائلو واش راه واش كدا واش كدا حتى شنا جاي في إطلاق. لا دخلنا الحدود ما كان حد اللي فتشنا ولا اللي هدر معانا ولا واش طلعنا ديرك. وصلوني أنا للدار دخلت الدنيا هانية بخير، فهم عشت غدا في الصباح ويدقوا عليا اش كاين، قال لك البوليس راه في الزنقة وراه مش هنا الدنيا المقلوبة شنو درت. جيب سبوند انا بطبيعة الحال. المهم مشيت جا استقبلوني مزيان داك البوليس مغاربة بحال خاطر بحال كي وضع هذيك الساعه يمكن عاد كنوصلوا الميساج باللي راه باش نك شنو وقع. داو الكوميساري كبار داروا بيا شي سته تاع النار، واحد يسول من هنا الاخر يسول من هنا، واحد يكتب من هي واحد. المهم لكن داك الاستقبال ديالهم كان مزيان يعني كلهم سناو بطل العالم زعما. المهم من بعد مشيت مشيت للدار مرتاح، عاد بلقات ولا فيا الروح. قعدت 3 أيام عادي، هاد النهار أنا قاعد في الدار تسمى الدقان تحضر، خرج نلقى واحد من العمالة عندك سكة العمالة مكانتش في البداية، قالك السيد العامل راه يسول عليك خصك تجي عندنا. مشيت في ديك الساعة كان واحد واحد العميل يقولوا له طاهر وعسو يا سميت كان كيخصو بيقول لهم انا الطاهر وانتم عسو. استقبلني في المكتب نتاعو دار لي اتاي دار لي كافو داك الشيء بخير كذا بس بخير كذا داك الشيء كدرت انت راه مهم بزاف بارك الله فيك وما خص تكون وطنيه وكذا مواطنه وكذا. المهم قال لي راه سيدنا راه في مراكش، راه هي الانطلاقه ديال المسيره الخضراء، خصك تمشي لمراكش باش تستقبل. ها ريكيزيسيون تاعك باش تمشي، تمشي في التران
بريمير كلاس كيفاش تلعب الدار البيضاء، والدار البيضاء كالشعب الثاني ترى انا معاك. اخر تمشي هذاك الشيء اللي درت انا وامي دوزو معايا بالنحيلة الجاب مشينا ركبنا مزيان بخير مشينا ركبنا لمراكش فين دان قال لي انا خصك نمشيو ال كشمه اوتيل ماموية أوتيل مبني. كانت كل الحكومة كان وزارة الدولة كان عسكر كبار كاع إلا الملك اللي ما كانش معاهم كان في القصر ديالو لأنه عنده قصر في مراكش. بارك الله. استقبلنا شكون سكننا؟ استقبلنا مولاي أحمد العلاوي. مولاي أحمد ديزا العلاوي كان وزير الأنباء ذاك الوقت. استقبلنا كذا كذا لقينا استقبلنا وكذا كذا الشيء مزيان وكذا دابا غتمشيو ترتاحوا راكم يعني من السفر وداك الشيء. دانا واحد الوريقة واحد دانا في الطوموبيل دانا لواحد الوطيل قريب الجامعة ديالنا يسمو هذاك الوطيل اللي عاقل سميتو يسمو أوتيل فوكو. هذا أوتيل فوكو فيهش 4 ديال الجملة لكن كله مغربي هو المغربي أكلة مغربية اسم مغربي ويجولو غير توريست. كنتو تما جالسين تاكو تشربو راكم ترونكي حتى سيدنا راه لاهي عن القضية راه هي ماشي خير باش تنطلق وغادي نعيطو الخميس. مشينا مريضي كان مليون عند كرهنا تونت تاكو تشرب تاكو تشرب تاكو تشرب وغاز وكتسنى وغاز أيانا نمشيو الجمال نتفرجو بالحنوشة أيانا نتفرجو فيتو ثم درنا الملل بقى يدخل لينا في الدماغ سكنا الدماغ كتسمى داك الملل. المهم انا قلت بني حياة صافي اخويا انا ما نقدرش غادي نمشي نرجع لوجهه قال لي كيفاش نرجعوا راه داك الشيء. المهم قناتي قلت له دير شادي حلقه سنو وين هما بغاو عاينوا فينا ويعيطوا لنا. مشينا وقلناها لهم في المامونيه شكون اللي استقبلنا ذاك الوقت؟ انا واحد الوزير كان وكيل وزير الخارجيه ولا كان في الامم المتحده ولا مش عارف اسمر بحال شويه ويعوج شويه من رجله مش عارف معروف. المهم هو اللي استقبلنا كذا كذا قلت له انا كيفاش بان انا نمشي كذا كذا قال لي ماكمهاش خليكم قلقين كذا كركم انا مزيان كذا كذا. قلنا له ودي لا يسمح لنا حنا غادي نمشي بخسارة ونعمل داك الشيء كيف ما بغينا. المهم ملي غاتمشيو عند فلان المنصف نصفنا عند واحد اسمه التريشا. داك التريشا كان عنده الكراد ديال عامل داك الوقت وفي نفس الوقت كان هو مدير ديال الإذاعة والتلفزيون. كان داك الشيء غادي يصوص كيدير غير العمال هما اللي يديروه لكن تبع الداخلية. مشينا عند هذا ديسل هذا التريشا كنا عنده سكنا مزيان دخلنا عنده قال صافي قال ما تهضر يعني صافي راه محكم. المهم هذاك السي اللي شفنا عنده هذا ما يمكن في التليفون نحكي له اللي كاي ما جينا حنا نوصلوا عنده حتى هو كان كلشي في راسه يدخل بين الصافي صافي فين عارف جبد واحد لونبلوب هكا قطعها لنا وجبد واحد الورقة قال لنا هذا باش تمشيو تسافرو النقل بالمجان وهاد البركة ديالكم ديال الطريق وداكشي أيهما سيدنا يستقبلكم كان يكمل على عيالكم راكم مسجلين في اللائحة ديال الاستقبالات. المهم خرجنا فرحانين شوية لأن كمان خرجنا برا حدينا ديك الغرفة كان فيها شي بركة فلوس ديال الفلوس
وركبنا وجينا ولينا لوجدة على أساس إننا نطلع شعيتنا شدايتنا لحد الآن. أنا على المستمر هذاك لابيل ولينا انت جيت انت جيت انت جيت انت ما استنيتش نعم.